كان يا مكان، يا سادة يا كرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في إحدى المدارس الابتدائية جاءت أمنية لتتناول وجبة الإفطار في وقت الاستراحة، لكنها سرعان ما فوجئت بأن محمد صديقها قد أكل وجبتها. غضبت أمنية وقالت له ما فعلته هو سرقة. غضب محمد جدا وقال لها نحن أصدقاء وهذا مجرد طعام. قالت له أمنية هيا بنا نذهب لمستر ضياء. وذهبوا لمستر ضياء لعرض عليه الأمر. قال مستر ضياء بص يا محمد يا حبيبي، لو خدنا أي حاجة من أي حد من غير ما نستأذنه دي تعتبر سرقة، حتى لو كان صاحبنا أو بابا أو ماما لازم نستأذن قبل ما ناخد أي حاجة من حد، فاهمين؟ فكرتوني بقصة جميلة هحكيها لكم، يلا بينا. زمان أيام صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كان في شاب اسمه ثابت ابن النعمان. كان شاب تقي وكان طالب علم لكنه كان فقير، وفي يوم من الأيام كان جعان جدا 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 وما كانش معاه فلوس. فخرج ثابت من بيته علشان يدور على أكل، وهو بيتمشى شاف مزرعة كبيرة جدا وفيها بساتين من التفاح، وبص كده لقى تفاحة قريبة منه. خد ثابت التفاح وأكل نصها، لكنه اكتشف أن التفاحة دي مش من حقه ومش من حقه أنه هو يأكلها، وقال أنا لازم أدور على صاحب المزرعة عشان أحكي له اللي حصل واستأذن منه أن أنا أكلت نص تفاحة. وفعلا فضل ثابت يدور على صاحب المزرعة لحد ما عرف بيته وراح له البيت وخبط عليه. طلع له صاحب المزرعة حكاله ثابت كل اللي حصل وأنه هو أكل منه نص تفاحة من غير ما يستأذنه. لكن صاحب المزرعة قال له أنا مش هسامحك وأنا خصيمك يوم القيامة. حزن ثابت جدا جدا وفضل يتوسل لصاحب المزرعة معلش اغفر لي سامحني، لكن صاحب المزرعة رفض أنه هو يسامح ثابت ودخل بيته وقفل عليه. فضل ثابت مستني عند بيت صاحب المزرعة لمدة طويلة لحد ما صاحب المزرعة خرج مرة تانية ولقى ثابت لسه بيعيط وبيتوسل له أنه هو يسامحه. صاحب المزرعة قال له أنا هسامحك بس بشرط تتجوز بنتي، بس بنتي عمياء وخرصاء وصماء. فكر ثابت لثواني وقال له لو عملت كده هتسامحني؟ صاحب المزرعة قال له آه سامحك. ثابت وافق، وصاحب المزرعة قال له الخميس الجاي تعال واتجوز بنتي. ومر أسبوع وجا ثابت في ميعاده يوم الخميس علشان يتجوز بنت صاحب المزرعة. استقبله صاحب المزرعة بكل حب وود وقال له تعالى أوريك بنتي، ودخل ثابت علشان يشوف زوجته وهو متوقع إنها صماء وعمياء وخرصاء، لكن بص لعروسته لقاها غاية في الجمال كأنها حورية من حوريات الجنة، ولقاها كمان بترد السلام. استغرب جدا ثابت وقال إيه ده، هو في إيه؟ زوجته قالت له ما تستغربش يا ثابت، والدي ما كذبش عليك، أنا فعلا عمياء لأن عمري ما نظرت للحرام، وفعلا خرصاء لأني لا أتكلم الحرام ولا بعمل غيبة ولا نميمة، وفعلا صماء لأني لا أسمع ما يحرمه الله. وهنا صاحب المزرعة قال له أنا بقالي سنين بدور على زوج صالح لبنتي ومش هلاقي أنسب منك، اللي يخاف ربنا في نص تفاحة يخاف على بنات الناس. وتزوج ثابت ابن النعمان من بنت صاحب المزرعة. تخيلوا يا أولاد بقى بعد سنين جابوا مين؟ الزواج المبارك ده نتج عنه أبو حنيفة النعمان. عارفين مين أبو حنيفة النعمان؟ ده صاحب المذهب الحنفي ومن أهم المذاهب اللي بنرجع لها في أهم القضايا وبناخد بيها، واللي اشتهر بالذكاء والقوة والحكمة، وكان قاضي من قضاء بغداد. عرفتوا بقى يا حبايبي فايدة الأمانة وإننا ما ناخدش حاجة من أي حد من غير ما نستأذن منه مهما كان أقرب الناس لينا، حتى لو بابانا أو مامتنا. ثابت ابن النعمان كان أمين ومرضاش ياكل نص تفاحة بس مش من حقه، عشان كده ربنا جزاه بواحدة من نفس صفاته، لأن الجزاء
من جنس العمل. وخليفه أبو حنيفة النعمان من أعظم علماء جيله. وهنا يا حبيبي بتنتهي حدوتنا النهاردة، وتوتة توتة فرقة الحدوتة. وأشوفكم في قصة جديدة من قصص وحكايات عن صلاح سبحانه.